ZFM. إن من أهم العوامل لنجاح علاج الأمراض المختلفة وخصوصا السرطانية منها هو الكشف المبكر عنها قبل فوات الأوان. ولهذه الأسباب قامت المنظمة التونسية لسرطان الثدي وعنق الرحم بحملة صحية في شكل قافلة طبية إلى ولاية جندوبة. جينا اليوم لمدينة جندوبة بالضبط للمستشفى الجهوي بجندوبة باش نقوموا بحملة لتقصي سرطاني الثدي وعنق الرحم عن طريق الكشف المبكر وعن طريق المسح عنق الرحم. الاختصاصات اللي تعنى خاصة بالمرضين هذوما اللي هما القوابل كالصف الأول ومعهم لي ميدسان كارسينو أطباء الجراحين اللي خاصين بسرطان بجراحة الأورام معنا جينيكولوج معنا غديولوج. القيام أولا بالفحوص فحص الثدي باليد، وإذا معنا أوجب الأمر نعمل ما يسمى بالماموغرافي أو الإيكوغرافي مامير، وهذوما كيفين باش تعداش لنا أي حالة يمكن باش تتوقف هذه الحاجة. وثانيا بما يسمى المسحة أو تحليل عنق الرحم، وهو كذلك إذا كان يكون لاباس بحول الله ما فيش حتى مشكلة. تجاوبها وشفنا الحمد لله، أنا فما لقينا المساعدة، لقينا ناس حاضرين، صرت بيرسونال الطاقم الطبي والشب الطبي نتاع المستشفى حاضرين. كما قلت من الأول مع أنه الإمكانيات هي متوسطة، واحنا ان شاء الله باش نحاولوا نكون باش نتحسنوا سواء في العدد نتاع العباد وسواء في نوعيه التشخيصات اصلا. ولذا ان شاء الله تكون هذه تتعاون، مش تكون اول مره، ان شاء الله تكونش اخر مره. واحنا متاكدين انه وين يصير الحمله اللي باش تكون الحملات من بعدها باش تكون احسن واشمل، باش يكون اصعب لان احنا باش نتعرضوا لبرشا عباد اللي كانوا منسيين وباش نجيو باش نشوف عندهم حالات وباش ناخذوهم في المشروع كامل ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله اختيار ولاية جندوبة وانتفاع نسائها بهذه الخدمات الطبية كان نابعا من نقائص يشكو منها المستشفى الجهوي بالمنطقة. في الأدوات في المعلوم معنا اللي يخدموا به هو اللي ناقص برشا مش شوي. هذيك واحد يدخل للطبيب تلقي حاجة ناقصة، ما ثمش حاجة معناها كيفاش يعدي عليك الطبيب، يجي يشوف أبسط حاجة حتى مقص. ما يلقاهوش معون نظيف، ما يلقاهوش فهمتي، خاصة نتاع الحزامات نتاع الحسب مع عددنا معناها ثم نقص يلزم يوفروه، مش واحد ينجم ينقذ روحه من أول مرة ما يخليش روحه يفوت فيه الفرص. لكن توا نخدموا بالموجود باللي في المتناول، خاصة أنه مستشفى جندوبة فيه أمامغراف نيميريك، لكن الإطار الطبي هو اللي ناقص. الله انا كنت خايفه جايه في الثنيه وتلموت عطلنا بالطقس اللي بالشتاء يا اخي، جينا لقيناهم نساء قاعدين يستناو من 7 تاع الصباح، قالوا لنا حتى فما اللي جاوا من قبل قاعدين ينتظروا فينا، معناها فما وعي من طرف النساء. احنا بدينا بجندوبه، هذه في مدينة جندوبة أساسا، لكن عندنا قوافل أخرين إن شاء الله في كل معتمدية من معتمديات جندوبة، معناها كل ولاية ناخذوها بمعتمدياتها وبعد ننتقلوا لولاية أخرى. في برنامجنا عندنا أمامو بيه باش ننزلوا به ولايات وجهات أخرى اللي ما تتوفرش فيهم حتى مستشفيات. Thank you.
influenza F.